رمضان ليه روح باب للجار مفتوح وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان. أعزائنا كل متابعينا متابعين قناة مدارس الإيمان، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عادات وتقاليد الشعوب في رمضان. دولتنا النهاردة هي المملكة العربية السعودية، صاحبة الجو الروحاني الخاص الذي تتميز به عن شتى بقاع العالم الإسلامي، حيث يوجد في أراضيها الحرمين الشريفين، فيتوافد إليها في رمضان الزوار من شتى بقاع الأرض لأداء فريضة العمرة في شهر رمضان. ومن أهم العادات الاجتماعية في شهر رمضان في المملكة العربية السعودية هي موائد الإفطار التي يتبارى السعوديون بإقامتها احتفاء بزوارهم وزوار ضيوف الرحمن. عند سماع صوت المؤذن بآذان المغرب يبدأ السعوديون بتناول التمر والرطب والماء، وهو ما يسمى بفكوك الريوق. بعد ذلك عند سماع الإقامة يقوموا لأداء صلاة المغرب، ثم يعودوا مرة أخرى لتناول وجبة الإفطار. وبرغم تنوع الأطعمة والأشربة على الموائد السعودية، إلى أن طبق الفول بزيت الزيتون يعد من أهم الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار. رزقنا الله وإياكم زيارة المملكة العربية السعودية في شهر رمضان، حتى نلقاكم بفيديو جديد ودولة جديدة. دمتم في أمان الله. أهل وأحباب مع لمة أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان.